السياسة المركزية للحكومة الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل هي مبنية على ما يسمى بسياسة التهويد. نعم. تهويد الأرض وتهويد النفس. تهويد الأرض بواسطة الاستيلاء على الأراضي العربية بواسطة المصادرات، وأنا أتكلم عن الأراضي العربية التي هي ملك خاص لأولئك الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم، وليس عن القرى التي هدمت واستولي على أراضيها وإلى آخره. فهذا ما يسمونه بالاستيلاء على الأرض لتهويد الأرض ولتغيير ما يسمونه بالميزان الديموغرافي، حيث في المناطق التي العرب فيها أكثرية. ولكن كان هنالك أمر آخر لا يقل خطورة عن ذلك، هو التهويد الروحي أو التهويد الثقافي، ووصل بالبعض الأمر إلى إنكار انتسابنا القومي، إنكار أننا جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، وحاولوا حتى أن يوجدوا لنا قومية خاصة هي القومية العربية الإسرائيلية. طبعا لا أحد اختار والديه ولا أحد اختار شعبه، ونحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية عامة. فكان علينا أن نثبت ذلك، وهذا كان من الضروري أن نؤكد هذه القضية بواسطة الارتباط بقضية شعبنا ثقافيا، بواسطة الكتابي، بواسطة الإبداع الأدبي بشكل عام. أنا أتكلم عن العودة إلى الكشف عن تراثنا وعن فولكلورنا. نعم. إحدى القضايا التي أشغلتني قضية البحث عن الفولكلور الفلسطيني، وصدر لي 3 كتب فيما يتعلق في الفولكلور الفلسطيني. موسيقى